أشهر أكثر من 2100 ممثل من مختلف العشائر الأردنية في كافة أنحاء المملكة عصر الجمعة في ساحة قصر الملك المؤسس في محافظة معان بتوقيعهم وثيقة عهد الفضول الثانية من قصر الملك المؤسس عبد الله الأول. وأما القصر وفود ممثلة لكافة محافظات الوطن من محافظة الزرقاء وجرش وعجلون وإربد والكرك والطفيلة ومأدبة والعقبة والصلت والعاصمة عمان. وكان في استقبال الوفود عدد كبير من شيوخ ووجهاء وأبناء مدينة معان أمام البوابة الرئيسية لقصر الملك المؤسس، حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي وقراءة آيات من الذكر الحكيم، ثم أقسم الحضور على وثيقة حلف الفضول الثانية، وهي عهد بين الشعب الأردني والهاشميين لمكافحة الفساد ودفع الظلم. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله وعلى بركة الله أقسم. بسم الله وعلى بركة الله أقسم. أقسم بالله الخالق. أقسم بالله الخالق. لسيدنا محمد بن عبد الله. لسيدنا محمد بن عبد الله. خاتم النبيين رسول الله. خاتم النبيين رسول الله. والمسيح عيسى بن مريم. والمسيح عيسى ابن مريم. والمسيح عيسى ابن مريم نجيب الله، وموسى كليم الله، وجد الأنبياء والمرسلين، إبراهيم خليل الله. أنا نحبك سيدي ومولاي عبد الله. وينص عهد الفضول الثاني على ألا يظلم في أردن الهاشميين أحد من أهله أو من غير أهله إلا ونقوم معه حتى ترد إليه ظلامته وحقه، وألا يكون لأحد عندنا حق أو ظلامة إلا رددناها إليه، عهدا جازما على أنفسنا ومع الله عز وجل، حلفا فيه الهاشميون آل البيت ونحن معهم. واشتمل الحفل على كلمة ترحيبية بالوفود المشاركة من أبناء معان ألقاها نيابة عن أهالي معان الوزير السابق هشام الشراري. أيها الإخوة، اسمحوا لي في البداية باسمي واسم عشائر محافظة معان أن أرحب بكم أحر الترحيب بين أهلكم وإخوانكم، وأهلا وسهلا بكم من ممشاكم لملقاكم. أيها الإخوة والأخوات، أيها الجمع الغفير من عشائر أردننا العزيز، نجتمع في هذا اليوم المبارك نشامى ونشميات هذا الوطن في قصر المغفور له الملك المؤسس عبد الله الأول طيب الله ثراه، والذي شهد رحلة تاريخية بدأت من الثورة العربية الكبرى إلى يوم تأسيس الدولة الأردنية عام 1921. كما اشتمل الحفل أيضا على كلمات لكل الوفود المشاركة والتي جاءت من كافة محافظات الوطن، حيث عبروا فيها عن مشاعرهم النبيلة تجاه الوطن وقائده المفدى، معبرين عن فرحتهم بعيد الاستقلال وهم يوقعون وثيقة حلف الفضول الثانية، مؤكدين بأن الأردنيين والأردنيات شيبا وشبانا ونساء ورجالا يعاهدون الوطن وقائده المفدى بأنهم سيحافظون على أمن واستقرار الوطن العزيز، وهو ينعم بقيادة هاشمية فذة وهبها الله لهذا الشعب، حيث يبادرون القائد الحب بالحب والود باقات من الورود. سيدي راعي الحفل، أتدرون من هو راعي هذا الحفل الكبير؟
إنه الشعب الأردني العظيم، ممثلا في أبناء الثورة العربية الكبرى، منظمي هذا الاحتفال ومنظمي هذه المسيرة المباركة ومنظمي التوقيع على حلف الفدور رقم 2، فتحية لهم من الأعماق. معالوا يا مدينة الأحرار فخاروا، يا قمرا يضيء جنوب عمانا، يتغنى بك المجد دوما وأحرار أمتي وكل إنسانا. محطة الثوار معانا صرحهم، تقادم الجمع حشود عربانا، شيخ الجزيرة ندائه دوى، مسامع العرب للأحرار أشجانا. شتى الأصول جاءت حمية بداوة الأصل أصالة العربانا. مكانته شامخة كقمم الجبال، ونظرته واثقة وعميقة الأبعاد. هو الشريف الهاشمي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، قائد الموضوعية والحقيقة، قائد أصيل. شكرا لك مولاي على مكارمك التي لا تنضب، فهنيئا لنا نحن الأردنيون بهذا القائد المميز. من مفرق الحب، من زرقاء مهجتنا، من صلتنا ومعانا الصدق والأدب، من معدبة ومن الرمثة ومن جرش، من ثغر أردننا وأورنا الخصب، من قدس جدك، من عجلون والكرق، من إربد الخير، من عمان للنقب، من الرصيفة نهدي، من قفيلتنا، من شوبك المجد والبتراء عن كثب، نهدي المفدى قلوبا وهو يملكها، والأمن نهدي ونهدي جملة الرتب. نحن أبناء محافظة الزرقاء وجرش والمفرق، أبناء قبيلة بني حسن، نقول أننا في العهد التركي كان اسمنا المدرسة، وفي العهد الهاشمي نحن المخلصة للقيادة الهاشمية كباقي العشائر الأردنية، ونقسم معكم أن نكون مع الهاشميين الأحرار الأبرار على عهد الآباء والأجداد. في هذا اللقاء الطيب الذي أتاح لنا أن نقف هذه الوقفة الطيبة لنزدهي فخرا واعتزازا بمناسبة عزيزة على قلوبنا ومتجذرة في أرواحنا ووجداننا، لهي وسام شرف وعز وفخر تبعث فينا مشاعر الكبرياء والاعتزاز، هي عيد الاستقلال ويوم الثورة العربية الكبرى. بمناسبة ذكرى الاستقلال، استقلال الأردن، استقلال العرب، بوجود حكومة مستقلة في شرق الأردن برئاسة صاحب السمو الأمير عبد الله بن الحسين، بعد فصل البلاد العربية عن المملكة العثمانية، بعد حرب طارئة مدها مع القوات العثمانية، رئاسة أنجال شريف مكة ملك العرب تكللت بالنجاح التام، وهم الأشراف الهواشم هم سياد العرب. وها أنتم آل هاشم الغر الميامين، وبما ورثتموه من أجدادكم، وكما عهدناكم دوما على مر تاريخكم، تحاربون كل أنواع الظلم والاستبداد والفساد، وتحقون الحق أينما كان، ولم تجدوا مظلوما يوما إلا نصرتموه نصركم الله. وكان لبواسل الجيش العربي الشرف العظيم في تسجيل أسماء آيات البطولة والتضحية والفداء على ثرى فلسطين المحتلة في معارك الدطرون وباب الواد وجنين وأسوار القدس الشريف والجولان ومعركة الكرامة الخالدة التي تم خلالها دحر فلول جيش العدو. من معالي الأمية، من معالي الدولة العربية كبرى، نقول لجلالة الملك نحن معك، ولا عدا لله ضمن القيادة الهاشمية المدبرة، الله، الوطن، الملك عبد الله. الخامس والعشرين من أيار من كل عام يحتفل الأردن بعيد الاستقلال، تلك المناسبة المجيدة التي حقق خلالها الأردن
بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني إنجازات سياسية وإعلامية واقتصادية وثقافية تعتز بها الأسرة الأردنية لكونها شملت مختلف المحافظات والمواطنين. احنا من هذا المكان ما جينا نجدد الولاء، الولاء من تاريخ ما جت الثورة العربية الكبرى واخذناه من ابائنا واجدادنا، والسلام عليكم ورحمة الله. هذا اليوم الذي يجتمع فيه احفاد الثورة العربية الكبرى مع رجالات الاردن ليقولوا لجلالة الملك عبد الله الثاني نحن خلفك ونحن معك، ونرجو الله ان تبقى راية الهاشميين خفاقة عالية دائما دوما في سماء الأردن. أقول هنيئا لك بهذا الشعب يا سيدي، وهنيئا لهذا الشعب بك أيها الشعب المليك، ونحن فداك، نحن وأبنائنا وجميع الشعب الأردني نحن نصطف من خلفك يا سيدي، ودماءنا وأبنائنا فداء لك وللوطن يا سيد البلاد. إحنا الحمد لله كل الأردنيين كل الأحرار كل اللي بيحب الأردن مع الملك ومع الوطن مع ترابط الوطن. يا سيدي هذه المناسبة عزيزة على كل مواطن أردني من الشمال إلى الجنوب ومن شرق المملكة إلى غربها، ونحن أتينا في محافظة معان الأبية التي هي استقبلت الثورة العربية الكبرى من المؤسس الحسين بن عبد الله إلى الأمير عبد الله إلى كل الهاشميين. وفي نهاية الحفل قدمت فرقة معان للفنون الشعبية وصلات ودبكات وأغاني وطنية تتغنى بالوطن والقائد المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه. وتوضيحا لحلف الفضول الذي قال فيه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت، أو كما قال عليه السلام. والحلف هو من أشهر الأحلاف عند العرب قبل الإسلام، وقصته أن عشائر من قريش اجتمعت في دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه، وهم بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بن عبد العزة وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة والحارث بن فهر، وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. فقالت قريش: هذا فضول من الحلف، فسمي حلف الفضول. هنا في هذه الساحات، ساحات قصر الملك المؤسس عبد الله الأول طيب الله ثراه، تجمعت كافة الوفود من كافة محافظات الوطن هنا في هذه الساحات، حيث خلال النصف الساعة الأولى تم توقيع وثيقة حلف الفضول 2، تم توقيع من خلال 600 شخص على هذه الوثيقة في هذه الموقع من قصر الملك المؤسس عبد الله الأول طيب الله ثراه للحقيقة الدولية. كارم الشراري، محافظة معان.